علينا مكل من اكل اموال الناس واكل ارزاق. احنا اللي كنعطيهم صوتنا وكنصوتوهم علينا. احنا اللي كنتحمل المسؤولية وكنعطيهم اصواتنا. ايها المغاربة ايها المغربيات خوتي الروادنا خواتاتي الرجاليات نديروا عقلنا وما نقربوش لهالسنة. نعطيكم مثال عباد الله الحكومة اللي مخلطة عليها 19% باقية كتصرف البلاد بلا تبخور ديال البلاد بلا تبخور ديال البلاد. وحنا باقي 30% من العالم القروي ما عندها لا الرفض ديال الماء ولا الرفض ديال الضوء. عندنا 70 في أكثر من 70 مليار مغاربة جمعنا ما يفوق 22 مليار مغربي بدون تغطية صحية. عندنا ما يفوق 52% ديال الأمية ولكن كل الانتخابات باش تصير فيه.